عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على أنواع البوليمرات وعلى تعريف البوليمر، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ أول درس من البوليمر كيمستري، وهو أو تاني درس من البوليمر كيمستري، وهو ما يعرف بالناتشورالي أوكرينج بوليمرز أو البوليمرز اللي منشأها منشأ طبيعي. كنا اتكلمنا من المره اللي فاتت على حاجتين اتنين، وقلنا في حاجه اسمها على ثلاث حاجات، في حاجه اسمها بوليمر طبيعي جاي من الطبيعه، وفي بوليمر موديفايد يعني احنا جايبينه من الطبيعه لكن عدلنا عليه عشان نستفيد منه، وفي بوليمر اوريدي صناعي 100% احنا اللي مخترعينه. فدي الثلاث انواع من البوليمرز. النهارده هنتكلم على النوع الناتشورال بوليمرز. طيب ناتشورال بوليمر يا جماعه، عندك هنتكلم على ثلاث حاجات رئيسيه، حاجه اسمها الستارش، حاجه اسمها الجوار جام، والذنسان جام او الاكس سي بوليمر. خلاص. طيب اول حاجه خالص الستارش، من الاسم اسمه يعني ايه يا جماعه ستارش ده؟ يعني نشا بالعربي، يعني نشا. طيب مصدره جاي منين في الطبيعه؟ جاي من الويت اللي هو القمح، او البوتيتوس اللي هو البطاطس، بوتيتو جرينز اللي هي يعني اللي هي حبيبات البطاطس يعني، او الكورن اللي هو الذره، والذره ده هو اكتر حاجه بنستعملها هنا. خلاص. طيب بنقول الكومبوزيشن بقى بتاعه، ركز قوي معايا في المعلومه دي. ليه يا جماعه ليه الـ 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 رغم مثلا ان الستارش والاكس سي بوليمر الاثنين مصدرهم نفس الحاجه اللي هو البولي ساكرايدز، انما واحد فيهم بياكت از فلويد لوس بروديوسر والثاني بيعمل فيسكوسيفاير؟ خلينا نشوف الكومبوزيشن، وبناء على الكومبوزيشن هتفهم ليه ده بيشتغل كده وده بيشتغل كده، وما ينفعش واحد فيهم يشتغل مكان الثاني. الكومبوزيشن التكوين، الستارش عموما بيكون من نوعين اثنين من البولي ساكرايدز، نوع اسمه سكر الاميلوز، والنوع الثاني اسمه اميلوبكتين. خلاص تمام يا جماعه. طيب الاميلوز ده عباره عن تشين يعني سلسله من الكربوهيدرات رينجز ميكس اب ذا ستريت تشين اللي هي الباك بون. طبعا اي بوليمر دلوقتي يا جماعه بيتكون من حاجتين رئيسيتين، حاجه اسمها باك بون وحاجه اسمها سلسله فرعيه منه. خلاص. فانت عندك هنا الاميلوز ده بيشكل الباك بون او العمود الفقري. طيب الاميلوبكتين ده highly branched chain of carbohydrates rings that branches off from the amylose backbone. طيب يعني معنى كده يا جماعه ان الاثنين عباره عن carbohydrates. خلاص. الاثنين عباره عن ايه؟ عن carbohydrates، يعني معنى كده ان هم بيعملوا روابط هيدروجينيه وروابط اكسجينيه. لكن بتكمن بقى فين النقطه؟ خد بالك بقى معايا، معنى ان هم الاثنين carbohydrates يعني معنى كده لما اضيف عليهم ميه هيدوبوا في الميه. خلاص تمام. طيب بيقول لك the ratio between the amylose and amylopectin fractions determine the properties of the starch. خلاص. عشان كده بنعرفها منين؟ من نسبه ده الى ده. طيب ادي يا جماعه زي ما انت شايف اهو، ده عنصر الاميلوز اهو زي ما انت شايف كده، ده تكوينه الداخلي يعني اهو زي ما انت شايف كده. ادي مجموعه هنا اللي هي ال CH2OH اللي هي مجموعه اللي هي عامله زي الكحوليات ديت الاثيل يعني، واخد بالك اهو. طيب وعندك هنا بقى الاميلوبكتين اللي هو بيبقى برانشد يعني متفرع منه كده متفرع، فزي ما انت شايف كده بيبقى البوليمر ليه فروع كتير. وزي ما انت شايف مجموعات اهي، ادي عندك الاو اتش هي الكربوكسايل، وهنا الكربوكسايل، وهنا مجموع يا ربي سوري اسف، ده الهيدروكسايل، وهنا الهيدروكسايل وهيدروكسايل هيدروكسايل. فمعنى كده انه بيعمل روابط هيدروجينيه وروابط اكسجينيه مع الماء. مع ايه؟ مع الميه. خلاص كده يا جماعه زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت. طيب الخواص بقى بتاعته بنقول اهو ناتشرالي اوكرنج، يعني بيحصل فين؟ اول حاجه الفانكشنز الرئيسيه بتاعته هو برايمري، يعني استخدامه الاستخدام الاولي ان هو بيريديوس الفلويد لوس ريديوسر. ازاي بيقلل الفلويد لوس؟ ازاي يا جماعه؟ اتفقنا يا جماعه ان في عندك ثلاثه ميكانيزم عشان تقلل الفلويد لوس. اول حاجه ان يبقى في عندي سوليدز تخش تسد لك الفلتر كيك. ثاني حاجه ان انا ممكن الـ نعمل ثيكننج للفلتريت وبالتالي ما يحصلوش مايجريشن جوه الفورميشن. ثالث حاجه ان هو ممكن يعمل انكابسوليشن للويل بور او اي حاجه من الحاجات. طيب يبقى احنا هنا بقى بيشتغل على انه نوع اللي هو النوع الاولاني اللي هو بيقفل لك اللي هو بيعمل لك فورم كولويدال ووتر سويلابل بارتكل ذات سيل ذا بورز اوف ذا فلتر كيك، ده بيسد لك الفلتر كيك. خلاص. وبالتالي بيقلل لك بنسبه كبيره جدا الفلويد لوس. طيب الوظيفه الثانيه ليه؟ ان هو بروفايد فيسكوستي. طبيعي يا جماعه اي بوليمر لو حتى هو بيشارك في الميه وبيعمل روابط هيدروجينيه حتى لو هي مع الميه لازم برضه وحتى لابد بيرفع اليلد جزء بسيط، لكن طبعا ما هوش الفانكشن الرئيسيه بتاعته، انما الفانكشن الرئيسيه ليه ان هي ايه؟ بيعمل بيقلل الفلويد لوس بتاعنا. خلاص؟
طيب ايه بقى عيبه؟ ايه الدروباكس بتاعته؟ عيبه ايه؟ ده سبجكت تو فيرمنتيشن. يا جماعه انت عندك النشا، النشا يعني معناه ان هي بيحصل لها تخمر، وبالتالي مع الوقت ممكن تبوظ، فبيضطر تحط لها بايوسايد باستمرار. يبقى عيبه ان هو بيحصل له فيرمنتيشن، فبتحتاج ان انت تحط له من 0.2 الى 0.5 باوند بالبرل من البايوسايد زي الباكترون بي 54. طيب برضو عيبه الثاني ان هو بايوديجريتد باي هيت اند اجيتيشن، الحراره برضو بتكسره، وقلنا ان هو اقصى حاجه يقدر يوصل لها حوالي 200 درجه فهرنهايت، وبالتالي لو انت بتعمل كونتينيوس سيركيليشن فالاجيتيشن بيكسر فيه، فخواصه الفلتريشن كنترول بتبقى مش مظبوطه، الفيسكوستي ممكن تبقى ان افكتد، فبالتالي احنا من كل فتره بنعوض ونحط ايه كميه دوز اعلى شويه مع الوقت عشان نحافظ على الفلتريت بتاعنا، وممكن نستخدمه بي تي اس 200 لو انا في هاي بي هاي تي ولا حاجه. بس طبعا ده اللي هو الستارش ده اخره 200 فهرنهايت. طيب ايه بقى البروبرتيز بتاعته اللي لازم اخد بالي في اعتبارها؟ ان التيبيكال كونسنتريشن دايما بيتراوح من 2 ل 6 باوند بير بارل. الكلام ده لو انا عاوز احصل مثلا على فلويد لوس مثلا حوالي 8 سنتيمتر مكعب لكل 30 ثانيه، 30 دقيقه سوري. طيب ده اول نوع يا جماعه اللي هو الستارش. خلاص يبقى باختصار شديد الستارش ده بيتكون من بولي ساكرايدز، بيكون روابط مع الميه، وبالتالي بيأكت از فلويد لوس ريديوسر لانه بقى على شكل كولويدرز بتسد لك البور بتاعتك فبيأكت كويس. طيب النوع الثاني يا جماعه بنسميه جوار جم. جوار جم، جوار جم ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن هاي موليكولار ويت، خلاص بالك. ثاني حاجه ان هو نون ايونيك. يعني ايه نون ايونيك؟ يعني يستحمل ان هو يضاف على كالسيوم وعلى الكالسيوم مضاد على الحاجات دي كلها من غير ما يحصل مشكله، ان هو ما بيأثرش بالكالسيوم، نون ايونيك. ثالث حاجه هو بيستخدم كفيسكوسوفاير في الفريش ووتر وفي السولت ووتر، وبالتالي اقدر استخدمه في البحر لو انا في الاوفشور او في الديب ووتر لو انا بحفر. نيدز لو بي اتش، لكن هو بقى ده عيبه الرئيسي ان هو بيحتاج بي اتش قليله، وبالتالي حضرتك عشان تجيب الماكسيمم بتاعه يبقى احيانا بنضيف بعض السيتريك اسيد او الصوديوم بايكارب. واخد بالي من النقطه دي قوي لان اللو بي اتش هنا بالنسبه للطفل ده حاجه في غايه الاهميه. يبقى اذا في نوعين اثنين من الطفل احنا حكينا عليهم قبل كده، ان هم بيستخدموا بي اتش قليل، قلنا البي اتش بي اي مد، ثاني نوع اللي هو الجوار جم مد. خلاص؟ طيب الجوار جم ده يا جماعه عيبه الرئيسي ايه؟ ان هو سبجكت تو فيرمنتيشن، برضه بيحصل له فيرمنتيشن او تخمر او تحلل زيه زي الستارش بالظبط. تيبيكال كونسنتريشن بتاعه من 1 ل 2 باوند بير بارل. طيب نيجي بقى لاهم واحد واخطر واحد اللي هو احنا دايما بنستعمله في كفسكوتوفاير، اللي هو اسمه الزنسان جم. يعني الزنسان جم ده اسمه العام، انما مثلا ممكن اسمه التجاري مثلا برازان، ديوفيس، اكسسيف بوليمر، الاسامي دي كلها. خلاص؟ فالزنسان جم، الزنسان جم اهو ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده باكتريكالي بروديوسد، انتاجه عن طريق البكتيريا. ازاي بقى يا جماعه؟ اهو produced by the action of the plant bacterial enzymatic process، يعني النبات بيحصل له تحول البكتيري انزيمي عن طريق الانزيمات، فبيدي لك مجموعه على الكربوهيدرات ان سوتابل ميديوم، يعني فبيحصل الكلام ده كله. يبقى هو عباره عن النبات الهيد كربوهيدرات دي بيحصل لها انزيماتيك بروسيسز فبتتغير شكلها، وبالتالي بيوصل للذنسان جم الشكل بتاعها. طيب ليه الذنسان جم مثلا ما بيعملش ما بيقدرش ياكت از فلو دوس ديوسر، ولكن ياكت از فيسكوسوفاير؟ خد بالك بقى من النقطه دي قوي. في الستارش كان بيعمل روابط مع الميه بس، انما الذنسان جم من طبيعته لما تشوف تكوين دلوقتي ان هو بيعمل روابط مع الميه وما بين الجزيئات الداخليه بينه وبين بعضه، فده اللي بيديله ظاهره الفيسكوسوفاير. تعال نبص كده، بنقول ان الدنسان جام بيكون من 5 رينج، يعني خماسي الرينج، يعني ريبيتنج ستراكشر كونسيستد اوف 2 رينجز ات ذا باك بون و 3 رينجز ات ذا سايد تشين. يبقى زي اي بوليمر في باك بون وفي سايد تشين. خلاص؟ فقلنا هنا ايه الباك بون عباره عن 2 رينج والسايد تشين عباره عن 3 رينج. طيب الرينج دي بتتكون من ايه بقى يا جماعه؟ يقول لك الباك بون بيكون من الجلوكوز، جميل، والبرانشنج اللي هو 3 رينجز اوف تشين ده اديشنال شوجر ريزيديو. اذا الزنسان جام مينلي جاي زيه زي البولي ساكرايدز، جاي من السكر في الاساس او من الكربوهيدرات. خلاص؟ طيب بنقول بقى ان في اتاتش تو ذا سايد تشينز ار فاريوس فانكشنال جروبز، اللي هي بقى
كربونايل والكربوكسايل والهيدروكسايل واذر جروبز. طب الجروبز دي يا جماعه بقى بتعمل ايه؟ تعمل روابط ما بينها وما بين بعضها هيدروجينيه واكسجينيه، وروابط ما بينها وبين الميه، وده اللي بيخليها تعجن وبالتالي يديك الفوسفوسفاين فوسفوسفاينج نيتشر. خلاص زي ما انت شايف اهو، ادي 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 الاثنين الاساسيين هم، وادي الثلاثه السايد تشين بتاعك، وادي عندك مجموعه الكربوكسايل اهي، وادي مجموعه ثانيه، وادي هنا عندك مجموعات اهي، دول بيعملوا روابط اكسجينيه وهيدروجينيه مع الميه ومع بعضهم، مع الجزيئات الداخليه لبعضهم. طيب جميل، ايه بقى البروبرتيز بتاعت الانسانجم؟ ناخد بالنا من النقطه دي قوي. اول ما بيضاف سيرتن كونسنتريشن من البوليمر على حسب انت حاطه في ميه فريش ولا في ميه مالحه ولا ايه الدنيا بالظبط، بيحصل هيدروجين بوندنج ديفولوبس، بيحصل ايه؟ روابط هيدروجينيه among the polymer branches بين جزيئات البوليمر وبعضها، خلاص؟ ومع الميه طبعا. And the result is a complex tangled network، يعني بيبقى شبكه معقده، الشبكه دي بتبقى عباره عن اللي بتخلي لك القواص الفيسكوستي تبقى عاليه. خلاص؟ طيب لما يحصل شيرنج بقى يا جماعه، خد بالك من النقطه دي قوي. When shear is applied، ركز معايا في النقطه دي قوي يا جماعه، ايه شير؟ يعني دلوقتي حضرتك وانت بتحفر، مش الطفله دي بتنضخ بتطلع من نوزل، النوزل دي يعني منطقه ضيقه قوي، شير ده يعني كانك بتدعك في الطفله بالظبط. طيب المنطقه الضيقه قوي بتاعت النوزل دي كانك بتضغط على الطفله بتدعكها دعك كده في بعضها. خلاص؟ فاثناء حضرتك ما بتحفر بقى، انا دلوقتي لو انا البوليمر بتاعي ده ما هوش فليكسبل، مش مرن، ما بيعملش شير ثيننج، ايه اللي ممكن يحصل؟ هو لما يوصل للفسكوستي بتاعته خلاص مش هيبقى شير ثيننج، ممكن يسدها يعمل لي بلاج، صح كده؟ انما احنا لما نيجي نشوف البارامترز او البروبرتيز بتاعته نلاقي في ظاهره جميله جدا اسمها شير ثيننج. بمعنى ايه؟ حضرتك دلوقتي وانت بتحفر وانت بتحفر البوليمر ده او الدريلنج فلويد يعني اللي فيه البوليمر بيعدي من الدقات هاي شير انفايرمنت، فيجي فاكك من بعضه يفك من بعضه كده ويبقى عامل زي الميه بالظبط. وانس ان هو بقى عامل زي الميه فبيتحول من لامير فلو لتربلنت فلو، يهيج الكاتنج اللي راقده تحت على بيهيج معاك ويساعد معاك ان الكاتنج اللي راقده جنب الدقات تتنطر لفوق شويه، وبعدين يطلع بقى المنطقه فوق الشير فيها قليل اللي هو الانيلاس، فيبدا يتجمع مره ثانيه ويسبب لك الفيسكوستي بتاعتك فيساعدك في الهول كليننج. باذن هو بيساعدك ازاي الشير ثيننج؟ بيساعدك في الهول كليننج ان هو في الهاي شير بيخف خالص يبقى عامل زي الميه كده، واخد بالك؟ فبيساعد ان هو يعمل تربلنت فلو، وانس ان هو طلع لللو شير بيتحول ثاني يبقى الفيسكوستي بتاعته بتزيد، وبالتالي يساعد ان انت تكاري كاتنج ويزود الكارينج كاباسيتي بتاعت الايه؟ الدريلنج فلويد مره ثانيه. خلاص؟ يبقى أو when high shear is applied the attractive forces holding the polymer together are pulled apart، يعني بتنفصل عن بعض. As the hydrogen bonding breaks the viscosity of the fluid thins، وبالتالي الفيسكوستي بتقل. ثم when the shear is removed، أو يعني زي ما قلنا أهو في الهاي شير الروابط الهيدروجين الفيسكوستي بتقل، والكلام ده غالبا بيبقى عند الدقاق يعني. لكن when the shear is removed يعني لما بيقل ده فين؟ في الانيلاس. The polymer chains resume their intermolecular hydrogen bonding and their original viscosified state returns. So it is considered or it is called shear thinning. يعني ايه shear thinning يا جماعه؟ اهو بنكرر مره ثانيه، يعني لما في هاي شير هي تفك من بعضها تعدي المنطقه الصعبه وبعدين ترجع تتجمع مره ثانيه. طيب اذا سانجام بيستخدم كفيسكوسيفاير في الووتر وفي السولت سوليوشن، بس احنا زي ما قلنا ايه، احنا دايما بنضيف لاي بوليمر على ميه فريش، ليه؟ عشان تاخد الماكسيمم افشنسي بتاعتك منها بدون تدخل جزيئات زي الملح والحاجات دي فيه. طيب ثاني حاجه increased the concentration required in such salt saturated solution. طبعا لان حضرتك مثلا بتيجي تشوف مثلا انت في الفريش بناخد من كام؟ من نص الواحد باوند، انما في السولت ناخد من 1-2 باوند يعني تقريبا الضعف. خلاص؟ طيب ده برضو هاي شيء شير ثيننج. طيب ايه برضو من ضمن الخواص بتاعته؟ الكونسنتريشن بتاعك من ربع لحد 2، ده الكلام ده فين؟ في السولت ساتوريتد. انما في العادي اهو فيسكوسفاينج بروبرتيز ار يونيك كومبيرد تو ذا اذر بوليمرز هاف ذا سيم ات ذا سيم كونسنتريشن، بيقول الكونسنتريشن بتاعك من ربع ل 2 باوند بالبر. طيب ايه بقى كمان من ضمن الخواص بتاعته؟ نقول ان هو ليه بارتيكولار ابلكيشن في البوتاسيوم بيز فلويد زي كي سي ال، اسمها حتى ده اسم الطفله كي سي ال بوليمر عشان هو موجود فيها وكبوليمر.
بيديك هاي ييلد بوينت وهاي شيل سترينث وذاوت هاي سوليدز، ودي حاجه حلوه جدا. عشان كده بنستخدم في الطفله اللو سوليد نون ديسبيرزد مود بالذات في النون في الطفله اللي هي الدريل ان فلويدز يعني. بروفايد سسبنشن اوف ذا ويتنج ماتيريال طبعا، لان هو فيسكوستي، الفيسكوستي هي اللي بتشيلك الكلام ده كله والييلد. طيب تيبيكالي كونسنتريشن بتاعه من ربع الى نص باوند بالباريل في الهاي مود ويت. خد بالك بقى من الحته دي قوي، ان الماي مود ويت دي بتستخدم لها حاجه اسمها بايلوت تيست عشان تعملها، لازم بايلوت تيست. شكرا جدا يا جماعه ليكم، كان درس ظريف، كانت محاضره بسيطه، واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها، واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.